السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر أبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي نشرت: وجه كلمة سامية لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات في ظل الظروف الراهنة الملك: كنتم في مقدمة أولوياتنا لأجل حمايتكم وسلامتكم من اللحظات الأولى. ولي العهد في برقية للعاهل: كلمات جلالتكم شعاع يضيء طريق الوطن. النائب العام: 1739 محكوما استفادوا من العفو والعقوبات البديلة. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت لهذا اليوم: الملك: اتخاذ كل ما يلزم لاستكمال العام الدراسي. أولياء أمور لصحيفة الوطن: كلمات الملك المفدى طمأنتنا على مستقبل أبنائنا. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: رئيس الوزراء، الإجراءات الاستباقية حققت نتائج مثمرة. الصندوق الملكي يتواصل مع أهالي الشهداء لتوفير احتياجاتهم. العدل تصدر تعليمات احترازية لإبرام عقود الزواج. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: الملكية الإنسانية تدشن في النخير. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله وجه كلمة سامية موجهة إلى أبنائه وبناته الطلبة والطالبات في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا والجهود الوطنية للتصدي له، وذلك من خلال اتصال مرئي ببرنامج مجتمع واعي الذي يبث عبر تلفزيون مملكة البحرين. لفت الصحيفة الأيام أنه بمناسبة كلمة جلالته السامية تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله برقية شكر وامتنان من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. أكد فيها سموه أن كلمات جلالة الملك المفدى أيده الله هي الشعاع الذي يضيء طريق الوطن نحو مستقبل مشرق مزدهر بأبنائه. نشرت صحيفة الأيام مقالا افتتاحيا في صفحتها الأولى بعنوان: أبناء حمد، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الموجهة إلى الطلبة والطالبات في ظل ظروف الأزمة الراهنة والتي جاءت في سياق ما يوليه جلالته من أهمية قصوى ومن أولوية للعلم والتعليم. لقد أدخلت الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الأمان والإطمئنان إلى قلوب كل الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية لما تقدمه الدولة من أجل حمايتهم وسلامتهم من هذه الأزمة. إن تواصل صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه هو قمة العطاء الأبوي المخلص والمحب لأبنائه، فهذه اللفتة الأبوية الكريمة بثت العزيمة والإصرار لكي يواصل الأبناء مسيرتهم في ظل أجواء من الإطمئنان، وهؤلاء هم أبناء حمد. نقرأ من صحيفة الأيام أن وزير شؤون الأعلام علي الرميحي أكد أن الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى أيده الله تضمنت تشجيعا وتحفيزا لأبنائه الطلبة والطالبات على أهمية التعليم حتى وإن كان عن بعد، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.
وصحيفة أخبار الخليج نطالع أن الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أشاد بمضامين الكلمة الأبوية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله عبر الاتصال المرئي إلى أبنائه الطلبة والطالبات، والتي عكست مشاعر عاهل البلاد المفدى الصادقة لأبنائه الطلبة والطالبات وعموم أبناء مملكة البحرين. نشرت صحيفة الوطن كلمة افتتاحية بعنوان دروس حمد بن عيسى، فإلى سطور هذا المقال. في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، نجد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يقف مع أبنائه في لفتة أبوية كريمة عبر اتصال مرئي يحمل من المضامين الكثير، في وقت حرج ليؤكد جلالته أن البحرين ستتخطى هذه الأزمة بكل عزيمة وصبر وثبات وبدروس وتضحيات تسجل في تاريخ البحرين الحديث. جلالته شدد في رسالته لأبنائه على أن سلامة الطلاب ومستقبلهم أولوية لا تنازل عنها في عهد حمد بن عيسى الذي قفز بالتعليم مراحل كبيرة شهدت بها المنظمات العالمية. جلالة الملك في رسالته ذات المضامين الكثيرة بث في ختام كلمته الأمل في روح كل البحرينيين في مختلف المواقع في هذا الوقت العصيب. بيّنت صحيفة الأيام أن نواباً أكدوا أن الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى أيده الله لأبنائه الطلبة يوم أمس حملت دلالات كبيرة على أهمية محور التعليم ورعايته واهتمامه بهذا الملف وبأبنائه الطلبة والطالبات، وحرصه على متابعة سير تعليمهم في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها مملكة البحرين. من صحيفة الوطن نقرأ أن مواطنين وأولياء أمور أكدوا أن كلمة حضرة صاحب الجلالة السامية جاءت مطمئنة لهم على المستقبل الذي بات غامضا بسبب جائحة فيروس كورونا، وقالوا إن عاهل البلاد المفدى أيده الله يقدر العلم والتعليم ويستشرف مستقبل الوطن بالإطمئنان على الأجيال القادمة وتحصيلهم العلمي. نشرت صحيفة البلاد أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وجه الوزارات والجهات الحكومية المختصة إلى زيادة الاستعدادات والاحتياطات التي تسهم في جعل الوضع الصحي العام مطمئنا، داعيا سموه إلى تبني الإجراءات الفعالة التي تحول دون انتشار الفيروس خاصة بين فئات العمالة الوافدة عبر تشديد الرقابة والإجراءات التنظيمية في أماكن سكنهم ومعيشتهم. تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بيّنت صحيفة الوطن أن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أعلن أنه سيتم فتح الباب أمام كافة المؤسسات والشركات والأفراد للتبرعات المالية تحت عنوان فينا خير لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. أوضحت صحيفة أخبار الخليج أن وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أكد أن عملية إزالة أكياس القمامة من المناطق ومن أمام المنازل بصورة آلية هي أولوية لدى شركات النظافة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المجتمع، مؤكدا استمرار عمل شركات النظافة على إزالة المخلفات بالشكل الاعتيادي. We'll be right back.
نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة أكد حرص محافظة العاصمة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بغرض تخفيف كثافة العمالة الأجنبية في مناطق سكنهم وضمان تحقيق عملية إيواء العمالة الأجنبية في عدد من المدارس الحكومية بالمحافظة وفق إجراءات احترازية محكمة. كما ونطالع من صحيفة أخبار الخليج أن الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب أكد على التواصل مع ذوي الشهداء وأسرهم للوقوف على احتياجاتهم وتوفير كل الخدمات لهم وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. تناولت صحيفة الأيام أن رئيس النيابة عدنان الوداعي قال إن النيابة العامة باشرت بتحريك دعوى جنائية ضد صالون تجميل يقدم خدمات في المنازل خلال الفترة المحظورة وأمرت بإخلاء سبيل صاحبة الصالون بكفالة مالية قدرت ب 500 دينار تمهيدا لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة. بقلم الكاتب محميد المحميد نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان سكن مؤقت مدارسنا آمنة ونظيفة، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. أتفهم هواجس ومخاوف بعض أولياء الأمور من تحويل بعض المدارس الحكومية إلى سكن مؤقت للعمالة الوافدة. أثق بأن الجهات المعنية ستولي هذا الأمر اهتماما بالغا ورعاية خاصة، فلا المدارس ومرافقها ستترك من دون تنظيف وتعقيم، ولن يسمح بتواجد العمالة الوافدة في المدرسة بشكل مفتوح، يخرجون ويدخلون كما يشاءون ويتجولون في الطرقات ويتجمعون أمام المنازل والبيوت، بل بالتأكيد سيكون هناك رقابة أمنية وصحية وإدارية صارمة. لذلك وكما تفضل معالي وزير الداخلية بالاجتماع مع المحافظين هو إجراء احترازي مؤقت، إننا نأمل من السادة المحافظين القيام بزيارات ميدانية يومية للمدارس واللقاء بالأهالي للتعرف على ملاحظاتهم أو مقترحاتهم ولتطمينهم كذلك بأن الإجراء مؤقت وله ضوابط واشتراطات محددة ولازمة. إننا نمر بمرحلة استثنائية استوجبت إجراءات غير تقليدية واستلزمت مضاعفة في المسؤولية المجتمعية التي نجح فيها الشعب البحريني وبامتياز. أوضحت صحيفة الأيام أن مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أكد أن الإدارة بدأت في تشغيل خدمة الاتصال المرئي بين النزلاء وذويهم، وذلك بعد وقف الزيارات في وقت سابق في إطار العمل على حماية النزلاء وتحقيق سلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا. قال بلديون في تصريحات لصحيفة الأيام أن الجهات المختصة بادرت احترازياً بإجراء فحوصات كورونا على عمال النظافة التابعين للشركتين اللتين تقومان بعمليات التنظيف في محافظات المملكة الأربع، وأفادوا أن عمليات الفحص شملت جميع العمال البالغ 1300 عامل. نقرأ من صحيفة البلاد أن محلات الخياطة في مملكة البحرين تسعى جاهدة لتوفير الكمامات للمواطنين والمقيمين كونها جزءا من فريق مملكة البحرين لمواجهة انتشار فيروس كورونا. نقرأ من صحيفة الأيام أن مواطنين أخذوا مبادرة تنظيف مناطقهم في حملات مجتمعية بعد تكدس أكياس القمامة نظرا لوقف عمال شركتي النظافة ضمن الجهود الوطنية الاحترازية للتصدي
ومنع انتشار فيروس كورونا. في مبادرة تعزز مجال العمل التطوعي، لفتت صحيفة أخبار الخليج أن عشرات البحرينيين انضموا للمساهمة في حياكة وتوزيع الكمامات المصنعة محلياً مجاناً على المواطنين والمقيمين والعمال في مملكة البحرين. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.